مشاهدي شفت فعلا ومرحبا بكم الان في هذا المباشر من مدينة الدار البيضاء. كيف ما كتشبهوا معنا في اخر ويكاند قبل الدخول المدرسي، بالضبط اليوم السبت، شوارع العاصمة الاقتصادية للمملكة المغربية شبه فارغة هذا اليوم. كيف ما كتشبهوا مشاهدينا هذه اللحظات، شوارع العاصمة الاقتصادية ساري شبه فارغة، صبيحة هذا اليوم بهذا آخر ويكند قبل الدخول المدرسي، يعني اللي باقي مسافر ولا الناس اللي غاديين يسافروا ولا غاديين يخرجوا، فهذا آخر ويكند اليوم قبل انطلاق الموسم الدراسي 2023-2024 إن شاء الله بإذن الله. الناس دابا كترتاح، حنا عارفين الرجوع ديال الأطفال للمدارس، فكيتطلب واحد الجهد وتمارة بالنسبة للوالدين لأنهم كيعاونوا وليداتهم بريباراسيون بالخصوص في الدخول المدرسي. أنا كما عارفين أنا الوليد الا ما اورينتيتيش من الاول ديال العام فراه ما غاديش يشد معاك الطريق، فلهذا يعني حتى الوالدين كيحاولوا انهم يكونوا معهم في جنب وليداتهم من اول السنه. صبيحة هذا اليوم هو يوم السبت وآخر ويكند قبل انطلاق الموسم الدراسي 2023-2024.